السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا رب. اليوم إن شاء الله جات لكم فيديو جديد بعدة استعمالات هائلة ومدهشة لمعجون الأسنان، ماشي فقط للأسنان وإنما عنده استعمالات هائلة وغيفيدكم بزاف. كنتمنى أنها تنال الإعجاب ديالكم وأنكم تستفدوا منها، وكنشكركم بزاف بزاف على المتابعة والاتجاهات الرائعة ديالكم. ما تنساونيش باللايك والبارتاج، واللي كيهمو الأمر هو يكتشف هذه الحيل وهذه الاستعمالات الرائعة. ما عليه إلا تفيدو حتى الأخير وفرجة ممتعة. غندوزو الاول استعمال وفاش ممكن يفيدنا هذا المعجون. هذا غيفيدنا في تنظيف المصلوح. الا كان عندكم مصلوح هكا تعرض لكم لهذا المشكل، مثلا بغيتو تصلحوا شي حاجه لصقات لكم اولا وقع لكم بحال هاد البقع هادو، اولا يعني مثلا لقيتوا فيه بعض بقع ديال الصدى اولا اي حاجه، مهم باش انكم تنظفوه من اسعد البقع، ما عليكم الا بالمعجون. كما كتلاحظوا معايا هاد البقع هادي راها كبيره. غادي ندوزو ناخذ المعجون، ودابا بعد ما درنا المعجون على البقع اللي عندنا غادي نخليوه غير شويه، غير بعد دقائق قليله، وغادي ندوزو باش اننا نتخلصو من هاد البقع بسرعه. ودابا غندوزو للمرحله ديال التنظيف. غادي نجيب واحد بابي ديال المطبخ اولا اي فوطه عندكم، غديروا فيها واحد القطره شويه ديال الماء دافي، غير قطره واحده، وغادي ندوزو على بركه الله، يعني بسرعه تتحيدوا لينا هذوك البقع. وغادي نحاولوا اننا نتخلصوا منهم بسرعه. وكما كتشوفوا معايا يعني راه البقعه غاديه وكتحيد، لاحظوا يعني الفرق، كانت قبيله كبيره ودابا مع الاستمراريه هكا غادي نحيدها بسرعه، وغتشوفوا النتيجه النهائيه. واذا كانت صعيبه معكم ولا شي حاجه، حاولوا تستعملوا شي فوطه شي شويه اللي تحاول انها تساعدكم في التنظيف. ودابا بعد ما ساليت غادي تلاحظوا واحد الفرق لي شاسع ولا لامع، كنتمنى يكون واضح لكم، ولكن بفضل المعجون يعني كيرجع معكم لامع وما تيبقاوش فيه نهائيا لا طبايع لا صداع. وكنتمنى هاد النتيجه انها تنال الاعجاب ديالكم وانها تفيدكم هاد الفكره هادي في تنظيف المصلوح وتحيدوا كاع البقع اللي كتكون فيه صعبه. وغندوزو الفكره المواليه، وغندوزو الفكرة الموالية فاش ممكن كذلك نستخدمو هاد المعجون هذا. بالنسبة إلا عندكم شي جاكيطة بيضة هكا أولا شي سيكان بيضين أولا أي حاجة ديال الجلد اللي هي عندكم بيضة، باش ممكن أنكم تنضفوها وتحيدو ليها البقع الصعبة، ما عليكم إلا أنكم تاخدو القليل من هاد المعجون هذا وتوضعوه مثلا على دوك السيكان اللي عندكم أولا الجاكيط اللي عندكم، وتجيبو واحد السيرفيس هكا ولا تجيبو بابي ديال المطبخ ولا كلينيكس ولا أي حاجة، وكتحاولوا انكم تمسحوا. ممكن انكم تبللوا شي فوطه بالقليل ديال الماء سخون وتدوزوا على هذا المكان، تتحيدوا كاع البقع وكترجع ليه واحد اللمعه هائله، بالاخص كما قلت لكم السكر البيضين واي حاجه بيضه عندكم من الجلد. كنتمنى كذلك هذه الفكره انها تفيدكم، كيعطي واحد اللمعه هائله وكينظفوا بسرعه. وغندوزوا الفكره المواليه. وبالنسبه للفكره المواليه هذه غيكون عارفينها الاغلبيه، ولكن بالنسبه للمبتدئات الا عندكم احذيه رياضيه، الا كانت بيضه كامله راه المعجون سحري، يعني بلا ما تحتاجوا انكم تغسلوها في هذا البرد هذا، لانكم عارفين ما كينشفوش، خاصهم وقت باش ينشفوا. وبالنسبه الا عندكم كذلك هكا التحت ديالهم بيض، سواء تكون حذاء رياضي يكون بيض كامل اولا بيض ليه غير التحت، راه نافع معاه المعجون، كيرجعوا بحال يعني كيرجعوا رائع وكيحيد ليه جميع البقع بلا ما تحتاجوا انكم تنظفوه. ما عليكم الا توزعوا المعجون ديالكم في هاد الاماكن اللي فيها البقع وفيها الاوساخ، وكتجيبوا الشيته ديالكم ديك اللي تستعملوا نتوما للتنظيف، كتحاولوا هاد الشيته هادي تبللوها بشويه ديال الماء يكون دافي بهاد الشكل هذا، وكتجيبوا هاد الحذاء ديالكم وكديروا ليه هاد الطريقه هادي. كما كتلاحظوا معايا راكم عارفين دابا مره الدرب الشتا مره لا، يعني ديما تيكون الغيط ديما كيتوسخوا لينا من التحت بسرعه، وبالاخص الا كان حذاء بيض كامل ما تحتاجوش نهائيا انكم تغسلوه، ديروا ليه هذه الطريقه هذه وعاودوا مسحوه. وندير لكم غير هذه البلاصه هذه وغادي تشوفوا الفرق. نتيجة هائلة وسحرية، وكتعطي المفعول ديالها
في البلاصه، يعني كيرجع الحذاء جديد. لاحظتوا دابا الفرق كي كان الحذاء قبل وكي كان بعد، يعني هائله هذه الطريقه هذه. كنتمنى انكم تستافدوا منها، وفين ما بغيتوا يعني تخرجوا كديروا غير شويه من المعجون وبسرعه بسرعه بسرعه يعني كترجعوا الحذاء ديالكم جديد. وحتى الا كانت الحذاء كله ابيض كديروا ليه نفس الطريقه. كنتمنى هذه الفكره تفيدكم بالاخص المبتدئات. ندوزو الفكرة الموالية متعلقة بأي شاشة، سواء كانت عندكم الشاشة ديال الحاسوب أو للهواتف أو لا حتى النظارات، يعني راه كيعطيهم واحد اللمعة هائلة، ولكن غتستعملوا غير شي حاجة الملمس ديالها ناعم باش ما تخدشوش نهائيا، لأن هو حتى الخدوش كيغبرهم، يعني حتى الخدوش ما تيبقاوش. وكتجيبوا كما قلت لكم شي حاجة اللي يكون الملمس ديالها ناعم، وكتحاولوا انكم ما تضغطوش بزاف، وكتحاولوا انكم ديروا واحد الحركه دائريه بهذه الطريقه هذه، كترجع الشاشه جديده. لاحظوا معايا الفرق، يعني هذا المكان اللي مسحنا ولات يعني هذه الشاشه هذه لامعه، وكيحيد جميع الخدوش وكي يعني كتصفى وكتولي رائعه. كنتمنى هذه الفكره كذلك انها تفيدكم. كما قلت لكم ديروها في النظارات، يمسحوا بها الهواتف، اي حاجه يعني هائله، وكذلك نفع حتى بالاخص الكاميرات، يعني الكاميرا ديال الهاتف ولا اي كاميرا عندكم نتوما كتصوروا بها ولا اي حاجه، راه كتلمع لكم الكاميرا بواحد الطريقه رائعه، وتي كشي كمشي خدوش ما تيبقاوش. كنتمنى هذه الفكره كذلك انها تفيدكم. ندوزو الفكره المواليه فاش ممكن كذلك يفيدنا هذا المعجون هذا، غير يفيدنا في الاضواء ديال السيارات. كما كتعرفوا كتكون عليهم هكا الغبار اولا كيتضببوا لينا اولا شي مره وخمسحوهم ما كيتمسحوش مزيان، ما عليكم الا تستعملوا معجون الاسنان غادي يوليو لامعين، وغتولي ديك الدجاجه ديالهم هائله، واخا يكون عليها خدوش ما غيبقاوش. وبالنسبه كذلك الى قاسكم هكا احمر شفاف في الملابس ديالكم، ما عليكم الا تستعملوا معجون الاسنان والقليل من المدافي وتفركوا ديك الطبعه، يعني هائل تيخلصكم من دوك البقع بسرعه. وكذلك اي بقعه سواء كان ديال الشاي او ديال القهوه، يعني ما عليكم الا ديروا معجون الاسنان وفورا تغسلوها بالمدافي، راه كتحيد هذيك البقعه، يعني ما كتبقاش معكم. طريقه مجربه ورائعه. وكذلك بالنسبه للحبر في الحائط او لا، كذلك الا قاسكم هكا في الملابس او في اي حاجه ولادكم كتبوا لكم في اي مكان، ما عليكم الا تستعنوا بالمعجون ديال الاسنان. طريقه راه سهله وبسيطه بلا ما نديروا لها تطبيق. كنتمنى انكم تستافدوا منها. كتوضعوا المعجون على المكان او على البقعه، وكتحاولوا انكم ديروا شي فوطه فيها المدافي الا كان في الحيط تمسحوه بسرعه، واذا كان في الملابس كترقدوه شويه في الماء سخون وكتفركوا ديك البقعه، يعني بسرعه كتزول معكم عن تجربه. كنتمنى كذلك يفيدكم. وبالنسبه كذلك الرائحه اللي تكون في يدينا هكا ديال السمك او ديال البصله او ديال الربيع او ديال الدجاج، الا غسلنا اي حاجه بقات عندكم رائحه ماشي محبوبه، ما عليكم الا ديروا القليل من المعجون ديال الاسنان وتفركوا يديكم وتغسلوهم، راه كتحيد الريحه بسرعه. وكذلك بالنسبه للاظافر، الا بغيتوا تنظفوا الاظافر ديالكم وكان عندكم هكا ما بين الاظافر واللحم، يعني الوسخ او اي حاجه، ما عليكم الا توضعوا معجون الاسنان وتخليوه وقت قليل، ومن بعد كتفركوا الاظافر ديالكم هكا وكتغسلوهم، يعني كيتنظفوا بواحد الطريقه هائله. كنتمنى كذلك هذه الفكره انها تفيدكم. وكذلك المعجون هائل بالنسبه للمجوهرات، سواء هكا كانت النقره او لا اي حاجه عندكم، ولا الذهب او لا اي كاع لي زاكسسوار اللي عندكم نتوما ما كانوا هكا توسخوا او لا تغير لهم زعما اللون ديالهم بالوسخ او لا اي حاجه ما بقاوش لامعين، ما عليكم الا تاخذوا المعجون ديال الاسنان وتوضعوه في الشيته هكا اللي كتنظفوا بها او لا اي حاجه اللي تكون ماشي اللي تعاونكم في التنظيف، وكتديروا شويه ديال المدافي وكتحكوا المجوهرات ديالكم اولا كترقدوهم شويه كذلك حتى بالمعجون شويه ديال المدافي، وبعد كتحكوهم بالشيته راه كيرجعوا لامعين وكيرجعوا جداد وكتزول جميع الاوساخ. بالنسبه كذلك الى درتوا الثقب في الحائط بالمسمار او باي حاجه ولا علقتوا شي حاجه، مهم بقى لكم الحيط مشوه فيه شي ثقب، ما عليكم الا تاخذوا المعجون ديال الاسنان وكتوضعوه في ديك المكان اللي نتوما تاقبين دايرين فيه المسمار، وكتحاولوا انكم تدخلوه في ديك الثقب وكتمسحوه بشي حاجه هكا من برا باش ما يبقاش يبان، وكيسد لكم الثقب، يعني هائله هذه الطريقه هذه. كذلك تتفيدكم وكتحيد لكم كاع ديك العيوب اللي كتكون عندكم في الحائط. كنتمنى هذه الفكره تفيدكم. وكذلك المعجون هائل وسحري بالنسبه للمطبخ، بالنسبه للفواصل ديال السيراميك او لاي مكان عندكم فيه الوسخ هكا متراكم او لا بغيتي تحيد معكم، ما عليكم الا توضعوا المعجون وتاخذوا الشيته ديال المطبخ ديالكم وتحكوا داك المكان مزيان وتعاودوا تمسحوه بشيفونه عصرينها بالمدافي، يعني هائل في التنظيف والسحري والنتيجه كتكون فوريه.
كذلك المرآة ديال الحمام هكا قبل ما تعوموا انكم تمسحوها بالمعجون ديال الاسنان، يعني كتبقى معكم لامعة، وكذلك فاش كتساليو الا بغيتو تخليوها كذلك لامعة وما يبقى عليها حتى شي بقع، ما عليكم الا انكم تديروا لها المعجون ديال الاسنان. يعني هائلة هاد الفكرة هذه. كذلك معجون الاسنان خطير وسحري بالنسبه للاواني الفضيه وكذلك اينوكس، يعني رائع، تيلمحهم وتنظفهم ترجع لهم واحد اللمعه سحريه فقط غير بالمعجون بوحدو. كنتمنى كذلك تستافدوا منه. وكذلك هذا المعجون هذا راه رائع وسحري، بالاخص اي صنبور عندكم في الحمام او اللي عندكم في المطبخ او اللي الحوض ديال الغسل، اي حاجه عندكم بيضه، لا شاس لا بابا باش كتغسلوا يديكم، يعني اي حاجه بيضه كتوضعوا، او اللي كنتو كتغسلوا هكا سنانكم وطاح لكم بعض المرات هكا تطيح لينا شي القليل منه هكا تيضيع معنا بلا ما تخويو عليه الماء، خذوا الحلفه ديالكم او البونجه باش نتوما كتغسلوا اللي باش كتغسلوا نتوما في الحمام ديالكم، يعني باش كتغسلوا لابابو باش كتغسلوا الصنابير كتاخذوها تستغلوا هذاك المعجون اللي طاح لكم وكتحكوا به يعني الحوض ديال الغسيل ديال اليدين ديالكم، يعني كيرجع لامع. وبالنسبه للاستعمالات الاخيره، وهي الا قدر الله تعرضتوا زعما احترقتوا تحرقات لكم يديكم او لا اي حاجه مهم في المطبخ، بسرعه ديروا المعجون ديال الاسنان في المكان اللي نتوما تحرقتوا فيه، يعني ما كيتنبل ما حتى شي حاجه، وكيخفف لكم داك الالام ديال العافيه، يعني رائع هذا المعجون هذا ومجرب كذلك. وبالنسبه لاخر استعمال، وهو الا قرصتكم هكا شنيوله او لا كانت عندكم شي حبه هكا فقتوا ولقيتوا شي حبه كبيره او لا يعني ضراكم او لا كتحرقكم، ما عليكم الا توضعوا على ديك الحبه راه كينشفها وبسرعه كتبرى معكم. وكذلك الا قصتكم شني ولا اولا الناموس او لا اي حاجه احمرت لكم ديك البلاصه، ما عليكم الا توضعوا السينيال في المكان اللي نتوما تقرصوا فيه وكيخفف وكيحيد هذاك الالام ديال ديك الحكه وداك الاحمرار. كنتمنى كذلك هذه الفكره هذه انها تفيدكم. كنتمنى الاستعمالات ديال اليوم اللي تقاسمت معكم انهم ينالوا الاعجاب ديالكم، انكم تكونوا استفدتوا ولو بالقليل. وبالفعل هذا المعجون هذا راه سحري، وكاع الاستعمالات اللي قلت لكم راها مجربه عن تجربه، يعني كلها فعاله ورائعه. كنتمنى تستفدوا منها وخذوا انتوما اي معجون اللي مناسبكم وبغيتوه للتنظيف، يكون رخيص ماشي بالضروري اي معجون للتنظيف، يعني اختاروا ارخص معجون وخليوه فقط غير لهاد الاغراض هذه. كنتمنى تستفدوا من هاد الحصة هذه ولو بالقليل، وكنشكركم بزاف بزاف على المشاهدة، وما تنساونيش بلي لايك والبارطاج، بارطاجيو مع الاهل والحباب ديالكم باش الفائدة تعمو كذلك تشجيعا للقناة. والى حصة قادمة ان شاء الله مع وصفة جديدة او نصيحة جديدة مع خديجة، وشكرا على المتابعة.